باستضافتنا أو بضيافتنا لبرنامجنا الصباحي الأستاذ المحامي سعود الناصري. من خلاله راح نتعرف على موضوع جدا مهم وكثير بتفاصيل إحنا يمكن ما عندنا فكرة عنها، واللي هو عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. شنو البنود اللي موجودة به، النصوص كيف ممكن يخدم كل شخص بينا، هذا راح يكون محور موضوعنا، وراح نتعرف مثل ما ذكرت لكم عليه مع الأستاذ سعود. صباح الخير. صباح النور. نورتنا. الله يسلمك. صار لك فترة مختفي. الله يسلمك. والله تدرين بهاي سبب الأعياد والظروف اللي صارت. أكيد. صباح الخير قناة سامر. صباح الخيرات عليك والعافية. وكادرها صباح الخير على جميع أهلنا العراقيين من الشمال إلى الجنوب. ونقول لهم عيدكم مبارك، ولو احنا متاخرين. هو متاخر بس ما يخالف، كلها اعياد. احنا ما صار لنا لقاء غير يعني هاي بعد صحيح. العيد هاي اول مره بالفعل. ف يعني عايدهم ان شاء الله ايامهم كلها اعياد وفرح ومسرات يا رب، ويزيل هذه الغمه عن هذا البلد، وان شاء الله يا رب الاستقرار والامان الدائم. الله يحفظكم انا وسعد. امين يا رب. شكرا جزيلا لك استاذ. خلينا نتعرف اليوم على موضوع جدا اساسي. نعم. ممكن احنا كثير من عندنا ما عنده فكره عنه. نعم. يعني شخصيا صراحه ما عندي فكره. نعم. عن هذا. نعم. الموضوع، شنو هو قانون الاحوال الشخصيه العراقي؟ شنو البنود الموجوده والنصوص اللي ممكن احنا نستند على اساسها وتنفعنا في حياتنا؟ ست حقيقه، هو بالنسبه لموضوع قانون الاحوال الشخصيه العراقي، قانون الاحوال الشخصيه العراقي هو قانون صادر سنة 59 رقم. نعم. 188. ما يخص يعني بشكل عام الحالات الاجتماعية. وحالات الأسرة. طيب. فهو هذا القانون قانون حقيقة يعني صحيح هو قديم، احنا نقول سنة 59 صار لأكثر من يعني 60 سنة، بس هذا قانون رصين وحمل الأسرة وحمل حقوق الزوجة وحقوق الزوج بشكل يعني جدا مفصل، يعني ما خلى تقصير على الجانبين. وأكيد هو هذا القانون مستنبط من الشريعة الإسلامية، من القرآن الكريم، يعني لا يخلو من إطلاقا، لا يخلو ولا يخرج عن نص من نصوص القرآن الكريم من حقوق الزوجة وحقوق العائلة والميراث والنفقة والإلى آخره. فهو يعني بداية هو يعني القانون الأحوال الشخصية يقول احنا عليه يبرمج الأسرة وينشئ أسرة ناضجة في مجتمع سليم. يعني بالنسبة للزواج، الزواج هو يعني هو رابطة شرعية. صحيح. بين الزوج والزوجة. أكيد. تكوين أسرة والأسرة هاي تمشي أيضا وفق هذا القانون اللي موجود، والزوجة عليها حقوق ولها واجبات، والزوج أيضا كذلك. وتمشي الحياة، وهذا القانون قلت لك هو مستنبط من الشريعة، يعني احنا ما نقدر نخالف، يعني اذا خالفنا القانون هو اوتوماتيكيا انت مخالف الشريعه. يعني أكيد. ملزمك موضوع الزواج مثلا، عقد الزواج مثل ما موجود نقول احنا عليه الخارجي اللي هو مثلا نقول احنا عد الشيخ او عد الملة. نعم. اركان العقد هي مثلا الشهود، الطرفين يكونون يعني بالغين سن الرشد. نعم. الاهليه الكامله. بالنسبة للموضوع المتقدم والمتأخر يعني ينذكر بالعقد. فهو هذا يعني الموجود بالقانون نفسه موجود قلنا بالشريعة الإسلامية والشرع. وبالنسبة يعني قلت لك هو مواضيع هواية وبنود هواية، يعني تقريبا حوالي 90 أو أكثر شوية من مادة قانونية هواية تخص مواضيع الاجتماعية وتخص موضوع الأسرة والزواج، يعني وهاي مواضيع الطلاق ايضا والطلاق التعسفي. نعم. والتفريق، وكل يعني حاله اجتماعيه لها ماده معينه تحكي عنها بشكل مفصل. نعم. طيب تم استحداث هذا القانون، يعني انت دا تقول هو صار لك كذا. نعم. سنه يعني. نعم. لكن اكو في التعديلات عليه معينه بهاي السنوات والله الحديثه؟ صراحه يعني اي تغيير جوهري او جذري ما صار بي القانون، ولكن هو. اكو تعديلات يعني تحدث يعني على شكل يعني تعديلات بالقانون على شكل يعني ماده او بالماده نفسها، فالتعديل معين يصير، هي الماده تبقى نفسها ونفس الموضوع مال الماده، ولكن يعني تعديلات مرور الزمن. هسه بالوقت الحاضر احنا قبل فتره سمعنا اكو مناقشه وقراءه اولى للبرلمان. نعم. بخصوص قانون الاحوال الشخصيه الجديد.
اللي اعتقد رقم 360 او هيك يعني. المهم هذا صارت عليه اعتراضات جدا هوايه بخصوص شنو؟ اعتراضات خصوصا من قبل منظمات المراه، المراه العراقيه يعني واتحاد النساء. يعني قصدي القانون هذا اللي تم تداوله نعم بخصوص شنو حيكون يعني؟ ايضا على أي أساس؟ هو استحداث قانون الاحوال الشخصيه مال 59 نعم. قانون الاحوال الشخصيه عراقي جديد بصوره جديده يظهر، تغيير تقريبا شبه جوهري عن هذا عن القديم نعم. ولكن صارت عليه اعتراضات جدا قويه يعني بعض المذاهب وبعض قلت لك المنظمات المراه، لان هو تدعي منظمه المراه انه هو مجحف بحق المراه مجحف حق نعم. المرأة، وهناك يعني من مؤيد وهناك من يعترض وهناك كذا، بس يعني احنا نشوف رغم ضعف بعض قوانين القانون القديم، ولكن هو رصين بشكل يعني يعني ما مخلي في الثغرة معينة ما معالجها بخصوص موضوع الحالات الاجتماعية للأسرة كلها طيب. معالجها بصورة يعني بصورة شبه تامة، يعني ما ممكن تغييره تغيير جذري، لكن ممكن يتم يعني تعديل. نعم. والتعديل يكون بلمسات بسيطة فقط. بالضبط. لكن نقدر نقول إنه هذا القانون من ديك السنوات القديمة اللي مضت لحد نعم. هذا اليوم هو كما هو. كما كان نعم. طيب خلينا نعرج على البنود أو النصوص اللي موجودة بهذا القانون. نعم. شنو هي؟ مواد. هي مواد القانون يعني نعم. هي المادة الأولى والثانية والثالثة. يحكي عن هيئة القانون هذا نعم. قانون الأحوال الشخصية، تبدأ المادة الثالثة على موضوع يعني موضوع الزواج وموضوع عقد الزواج نعم. زواج، هاي تبدأ المادة الثالثة ورابعة وخامسة تقريبا حوالي إلى المادة السادسة والسابعة خصوص ما يخص عقد الزواج، ولازم يكون بصورة صحيحة ولازم يكون رسمية رسمية ولازم يكون بكذا، وإذا مثلا أوكي. إذا ما بيه شهود يكون مثلا هذا باطل أو يعني نعم. يعني هذا وايضا وانت صاعده انت بدي عادين توصل الى مواد يعني مواد الخلاف بين الزوج والزوجه. طيب شنو ممكن يعني نلقى نعم. اصعب بند قانوني موجود بالاحوال الشخصيه؟ والله هي حقيقه هو ماكو شيء صعب، هي كلها هي ممكن تكون سهلة لكن هي أكيد أكو هناك نعم. في مخاطر معينة أو في التفاصيل بها حدود جدا عميقة. هي ماكو شيء ست قلت لك ماكو شيء هو صعب، هو أكو قانون أكو مادة قانونية إذا نعم. صارت مشكلة أكو مادة قانونية إحنا نمشي على هاي المادة. طيب زين نمشي نطبق هاي المادة ينتهي الموضوع. صحيح. بس هو إحنا يعني قلت لك تنعرج يعني هاي هسه المشاكل اللي دا تصير أبرزها بالوقت الحاضر، المشاكل اللي دا تصير المشاكل الاجتماعية بالأسرة يعني يعني خاصة هاي السنوات الأخيرة اللي صارت يعني حثة حالات يعني جدا ما متوقعة ولا موجودة. نقدر نذكرها؟ والله ست هي واضحة ونذكرها أيضا، هي المواضيع الطلاق اللي صارت بالمجتمع حاليا. إحنا صار مثل ظاهرة التسول. بالضبط. يعني هسه إحنا كمحامين نعم الدعاوى اللي دا نشوفها بالمحاكم، وايضا ذاك اليوم تناقشت ويا الباحثين الاجتماعيين هاي خصوصا ست هاي السنوات الاخيره قلت لك يعني ظاهره جدا صارت يعني احنا نقولها بالعامه يعني نقول يعني موده مثل ما يقولون. صحيح. يعني وصلت الى حد يعني الاف الحالات الطلاق بالسنه، الاف مثلا كذا الف حاله كذا، مجلس القضاء الاعلى ذاك اليوم يقول يعني يحسبها بالوقت، يقول كل 15 ثانية كل 15 دقيقة العفو كل 15 دقيقة اكو حالة طلاق تصير بال يعني بال بالبلد. نعم. زين يعني محاكم وصلت الى 5000 6000 7000 تجمعيها كافة المحاكم 40 50 60 الف حالة طلاق، وهي حالات المشاكل الاجتماعية. زين وسببها الرئيسي هو واضح، السبب الرئيسي هو تردي الوضع الاقتصادي. صحيح. تردي الوضع المعاش يعني يجي وها، وبالمناسبة الزواج المبكر يعني الزواج المبكر طبعا بي يعني عواقب سلبية يعني نعم. إذا ما يكون بيه تفكير. ليش هو أسر قانون الأحوال الشخصية يقول لك لا يجوز عقد زواج حتى بلوغ الطرفين الثامنة أو اكتمال الثامنة عشر من العمر نعم. وإذا كان أقل من الثامنة عشر 15 فما فوق لازم أكو مثل اكو فد يعني خصوصيه عند هذا الشخص، بنيته تكون كامله، لازم يكون عنده مقدره ماليه كامله سنه 18 نعم. سنه بس هو لازم يكتمل النصاب ال 18 وراه يقدر اعتيادي اي مشكله ما نعم. هسه اللي دا يصير هذا الزواج المبكر، يعني الزواج المبكر مع الاسف يعني مدى يفكرون به الاهل
أهل الولد أو أهل البنت بصورة صحيحة، ده يصير يعني مجرد ما هذا يزوج ابنه ويزوج بنته وقراها يعني هسه يقطع مهر، احنا نقول نحكيها يقطع مهر نعم او ويسوي عقد محكمة ويكمل إجراءاته وقبل لا تتم عملية الزفاف يصير خلاف بيناتهم ويصير هاي أنا تقريبا يعني اكو هسه عندي فد 6-7 حالات موجودة يمي تفريق قبل الدخول زين صحيح. وهاي أنا أفضل هم يكون أحسن يعني قبل طبعا هي أحسن بالضبط أحسن ما مثلا يتزوج وباكر عقبه يصير عنده مثلا أكيد أولاد وبنات كذا وتصير مشكلة أيضا يعني من البداية يكون أفضل. المهم فإحنا قلنا تردي الوضع الاقتصادي أيضا يعني شكل أكيد تأثير صحيح. شبه كلي على الحالة الاجتماعية بالفعل. تدرين أنت وهاي خاص خصوصا هاي بعد السنوات الأخيرة بعد العراق ما مر بهاي الظروف الظروف البشعة اللي مرت جتنا هاي يعني بالضبط هاي فقدت هواية من الآباء انقتلوا هواية من الأبناء الأزواج الشردة وقسم بالمخيمات قسم بالكذا فولدت ظاهرة اجتماعية متخلفة جدا يعني جدا سلبية على المجتمع. طيب خليني أستوقف شوي عند قانون الأحوال الشخصية العراقية، كيف ممكن ينصف الطرفين من قبل الرجل والمرأة؟ ستوى احنا ذكرنا يعني اكو بنود قانونية حقوق للزوجة وحقوق للزوج نعم وواجبات على الطرفين. طيب. يعني بالنسبة للزوجة هي لها حق مثلا نفقة مستمرة وتهيئة بيت شرعية لها، بالمقابل انه هي عليها حقوق وكزوجها لازم ما تقصر وياه باي شيء من الاشياء من خصوص طيب ما يخص ال كان نعم. اكو يعني عدنا المقاطعة نعم. أكو هناك تقصير من قبل الزوجة بحق الزوج، كيف ممكن هو يأخذ حقه؟ طبعاً أو على الأقل كيف ممكن يقدم أوراقه ويقول والله أنا زوجتي مقصرة وأنه أنا ما أقدر بعد أنه أتحمل، فكيف ممكن يعالج الموضوع وكيف القانون ممكن يسنده يساعده بهذا الأمر؟ نعم استوى طبيعة إحنا ما موجودة سبب المجتمع ينذرها مبدئياً يعني الزوجة يقولها يعني مثلاً التزمي بحقوق الزوجة ارجع لأسرتك نعم. خليني ابني أسرة صحيحة. إذا كانت يعني مثلا الزوجة ما ملتزمة بأي يعني أي شيء يخص الحياة الزوجية صحيح أكو كثير يعني بالضبط يعني بقول أني مثلا تمشي على رغباتها وهذا الشيء طبعا إحنا نقول غلط صح. وهذا مخالف للقانون والشريعة الإسلامية ينذرها أول مرة أو ينذرها ثاني مرة يقولها يعني أنا راح ألجأ للمحاكم ترى. فإذا ما يعني طيب هذا الإنذار يكون يعني شفوي بيناتهم ولا عن طريق شفوي المحكمة؟ شفوي أو عن طريق المحكمة أو يعني دز عليها المحكمة تنذرها أيضا يعني هي من تصير دعوة نعم. تقام دعوة أمام محاكم الأحوال الشخصية. طبعا هو القاضي ما راح يبت رأسا بالقرار مو من أول جلسة تصير أكيد. جلسات أكو باحث اجتماعي أكو طيب هم يتم استدعاء الأهل من قبل الطرفين والله ولا ما خصم هي يعني اغلب الاحيان ما يتم استدعائهم بس يعني مرات تصير يعني حالات نادره هاي جاي. بس هو اغلب الاحيان تقام دعوى على الشخص نفسه يحضر هو او يوكل محامي يدافع نعم. عنه زين ويشرح المبررات اللي موجوده للمحكمه ومحكمه ايضا تصدر قرار على ضوء هذا ما تراه مناسب وما تلتزم به بالقانون الاحوال الشخصيه. الزوجه اذا كان لها تقصير مثلا عافت بيت الزوجيه وراحت البيت اهلها او طلعت بدون اذن الزوج هذا يعني خطا فادح ما يصير ومخالف، فمن حق الزوج انه يقيم دعوه يسموها دعوه بيت الطاعه بيت يعني. الطاعه يقيمها على الزوجه طيب اوتوماتيكيا هي بيتها الشرعيه وماكو اي مشكله كذا يعني. فاذا ما يعني اذا ما اجت البيت الطاعه فهي راح تعتبر ايضا ناشز وتدرين انت يعني هواية امور راح تحدث طيب. راح تضر بيها شخصيا راح تضر يعني بيها. قصدي انه احنا نعم. القانون والمحاكم مالتنا والقضاة ياخذون بالموضوع بعين الاعتبار يعني نعم. بس مجرد انه قضيه او حاله اجتماعيه ممكن هي موجوده لانه نعم. بعض الاشخاص يقول احنا شان يعني هم اثنين مرتبطين وهم يحلون الموضوع بيناتهم ما يحتاج محاكم وقاضي لا لا هو يعني اكو هذا قلت لك القانون يعني يعني قصدي انه احنا مطبق عندنا هذا القانون بشكل سليم بشكل سليم ومعالج جميع يعني جميع المشاكل وما بخلي اي ثغره الموضوع يعني حلو هي. طيب
هاي فيما يخص الزوج يعني. نعم. في حال إذا أنه هو ما كان عايش بشكل سليم مع زوجته فإلى الحق أنه يلجأ إلى القانون. نعم. ويقدم الدعوة. نعم. معينة أو شيء ويتم استدعاء الزوجة. نعم. طيب إذا عكسنا الموضوع عن الزوجة هم نفس الشيء؟ الزوجة بالنسبة لها يعني أيضا يعني لها حقوق عليها واجبات. والقانون العراقي يعني حمل الزوجة حماية رصينة جدا يعني ما خلى أي ثغرة يعني تنتهك حقوق الزوجة والمرأة. طيب وبالنسبة للزوجة يعني أيضا إلها يعني هم تقدر تنذر الزوج مرة أو مرتين وراها تقيم دعوة بمحكمة الأحوال الشخصية تتظلم وتشرح المبررات للمحكمة. نعم. اللي موجودة والأسباب اللي خلت زوجها يطلع عن فأوتوماتيكيا راح مبدئيا أول ما تقام الدعوة راح يصدر تبليغ المحكمة دزه للشخص المحل سكنه الزوج وين ساكن يروح لمبلغ المحكمة يبلغه يقول له عليك مرافعة بفلان تاريخ وأكو. طيب أستاذ. نعم. سعود إذا كان الزوج يعني ما فاني خطرك على بالي إذا ممكن يعني يكون أكو فد شيء يخص هذا الأمر كان متعدد العلاقات وهو متزوج فالزوجة تعرف وأكيد ماكو زوجة تسكت عن الموضوع. نعم أكيد. فكيف ممكن القانون يخدمها في هذه الحالة؟ هي بهيج حالة تقدر أكو يعني تقام عليها مو بس دعوة مو بس الدعاوي اللي تخص الأحواج تقام عليها دعاوي جزائية أيضا دعاوي التحقيق. حلو. يعني إذا يعني هاي ما يسمى يعني لا حياء في الدين وفي العلم بالخيانة الزوجية يعني. أكيد. الخيانة الزوجية إذا كان عنده علاقات ويا الجنس الآخر من غير زوجته ويا أطراف كذا أيضا راح الزوجة من حقها تتظلم أمام المحاكم يعني. يعني قصد القانون كيف ممكن يأخذ بحقها من هذا الشخص وهو زوجها؟ يأخذ بحقها وتقدر يعني تطلب مثلا إذا أرادت تطلب الطلاق فأكو الطلاق للضرر. نعم. التفريق للضرر العفو عفواً. وغير الطلاق؟ التفريق نعم. غير الطلاق. أكو زوجات تقول أنا ما أريد أنفصل عن زوجي لكن زوجي عايش حالات بعيدة عن البيت متعدد العلاقات وأني دا أشهد هذا الشيء ويمكن أكو همين أشياء يحتفظ بها عن زوجها فكيف ممكن ينصفها القانون؟ المحكمة في هذا تصدر قرار يدين الزوج إذا كان إذا ثبت للمحكمة. نعم. وثبت للقضاء إذا ثبت إنه هو مقصر وحالات اللي يسوي حالات سلبية ومضرة بالأسرة ومضرة بالمجتمع وغير يعني غير موفقة وغير ملتزمة بالأسرة فهاي راح تتظلم هي وراح تأخذ قرارات حكم الدين الزوج أيضا فتقدر يعني تقدر تلتجئ للمحاكم وتأخذ حقوقها يعني. يعني كيف حتكون هاي الحقوق أو التعويضات أو شنو؟ والله هي مبدئيا إحنا قلنا هي للزوجة وإذا كان عندها أبناء أو أولاد أو بنات يعني للزوجة وأبنائها نفقة مبدئيا نفقة مستمرة يلتزم الزوج بدفعها بشكل شهري إضافة إلى تهيئة بيت إضافة إلى يعني توفير ما يعني هذا بدون انفصال مستلزم طبعا بدون انفصال مستلزمات العيش وحتى بعد الانفصال تكون طيب إذا كان هناك رقابة تم على الموضوع أوكي ما ممكن اليوم يكونون بالمحكمة واتفقوا وقال لها أوكي حتى بس يسكتها يمشي الحال. نعم. بس يا ترى القانون مثل بعض البلدان يعني متابعة يعني هاي الأخبار إنه عندهم يصير رقابة يتابعون الزوج إنه فعلا حينصله حيتوقف عن العلاقات. نعم. حيساعد هذه الزوجة والله من جديد والله ست هي لازم قلت لك هي لازم الزوجة هي نفسها يعني هي تتابع زوجها إذا كان إذا رجع الحالة السلبية فراح يعني هي أوكي حتى تابعة بس هي لجأت للقانون فالموضوع يعني يفترض يكون في اختلاف صح؟ المحكمة تصدر قرار. نعم. تصدر قرار بهذا الشيء وأكو الباحث الاجتماعي أيضا يعني راح يبحث ويكون بشكل يعني على اطلاع بالموضوع ويكون إلى مراجعات بشكل يعني بس هي تنقطع الفترة إذا يعني رجعت الحياة الأسرية بشكل إذا رجعت سليمة إذا رجعت سليمة إذا ما رجعت سليمة إذا ما رجعت سليمة فهي الزوجة يعني قلت لك يبقى الأمر تابع لها قصدك يعني طبعا أكيد هي إذا شافت تقصير. نعم. إذا شافت تقصير من زوجها فأيضا تلجأ للمحاكم أو هي عندها قرار محكمة تنفذ عليها يعني ما كلش حلو يعني فتشي صراحة حلو ومفيد لكن ما في لا أي مدى أنه إحنا ممكن نطبق بواقعنا ومنصف إحنا قلنا ستي يعني هو القانون الأحوال الشخصية حمل المرأة حمل الزوجة حماية يعني جدا رصينة يعني ما خلى يعني إطلاقا خلى الثغرات يعني تستباح حقوق حلو. طيب وإذا كان العكس إذا حصل العكس
إذا المرأة كانت مقصرة يعني؟ إذا كانت المرأة هي متعددة العلاقات، وهو طبعا هذا فشي مو خارج القانون ولا خارج مجتمعنا. احنا اليوم نعرف اكو هناك مئات من الاشخاص عايشين بهاي الطريقه. اوكي هم باقين متزوجين لاسباب الاسره او الاولاد مثل ما انت ذكرت، لكن الحياه الزوجيه تماما ماتت بيناتهم. فتشوفها هي ممكن تكون متعدده العلاقات، ممكن يكون هو على علم وممكن ما يكون على علم، فكيف ممكن ينصف القانون بهذه الحاله؟ حقيقه هذا شيء يعني ليس فقط انه قلنا يعني يعني عقب علي القانون، وانما هذا شيء مخالف يعني للاعراف، هو اكيد حتى مخالف للشريعه الاسلاميه، ومحرم يعني مو بس مخالف، محرم هذا شيء حرام. وقانون العراقي يعني عاقب الزوجه عقاب وخيم، عقب المراه عقاب وخيم سواء متزوجه او غير متزوجه، عاقبها عقاب وخيم اذا كانت لديها علاقات غير شرعيه. نعم. او يعني هذا الموضوع يعني جدا خطر حقيقه، خطر بالنسبه لل هو صحيح خطر يعني كثير، ومو مشكله انما هاي ازمه يعني. نعم. يعني احسها وما اعتقد تنحل بامر قانون او هيك شيء، يعني حتى اذا انفصلوا يعني. لا طبعا هو القانون عالج، هو القانون عالج، هو من حق الزوج يلتجئ ايضا لمحاكم التحقيق. نعم. ويشتكي شكوى يعني تصير، وليس يعني تقام دعوى شكوى يعني يشتكي. يعني قصدي انه اكو اختلاف. نعم. لانه الرجل حينظر له، حتى القانون حينظر له بنظره اخرى، مو مثل نظره المراه. نعم ست، هو اكو بنود يعني، اكو بنود يلتزم بها القانون القاضي. نعم. اكو بنود يعني بهذا الموضوع يمشي عليها القاضي، والمرأة يعني تعاقب عقاب يعني. طيب شنو العقاب اللي ممكن تعاقب؟ والله الصراحة ست، إذا كانت إذا التجأوا المحاكم هو أوتوماتيكيا إذا قاضي الأحوال الشخصية. نعم. حقق بالموضوع واكتشف إنه إلها علاقات يعني علاقات غير شرعية وهي في ذمة هذا الرجل، فهو راح يحيلها، المحاكم التحقيق. نعم. الدعوة تنحال، فمحاكم التحقيق راح تأخذ جزاء من 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 الزوجه. نعم. يعني من 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 حبس او ممكن اكو حبس. نعم يعني. نعم. ونفس نعم. الشيء للرجل ايضا. نعم. غير شيء. نعم الرجل ايضا اذا كان عنده علاقات غير شرعيه ايضا يتعرض للحبس وللسجن بعض الاحيان يعني. طيب السجن يعني اللي هي العقوبه خمسة فما ايش قد ممكن اقصى مده للحبس يعني؟ والله الحبس هو من 24 ساعه فما فوق يعني قليل، 24 ثلاث سنوات او هي تصل الحبس الشديد. نعم. اربعه الى السجن خمسه فما فوق يعني خمسه وشهر نقول خمسه يوم هذا الى يعني من خمسة ايام الى فوق لا خمس سنوات خمس سنوات ويوم تعبر هذه يسمى السجن. اقل يسمى الحبس. طيب حسب الحاله هذا طبعاً الحبس طبعا حسب الحاله يعني. طيب ويحتاج شهود همين بالموضوع من كلا يعني الطرفين يعني بين الشخصيه والشهود او دليل او قرينه يعني الدين هذا الدين الطرف المسيء بهذا الموضوع. نعم. حتى للمحكمه تجز لها ان تحكم بصوره صحيحه. وإضافة إلى هاي الزوجة إذا يعني إذا ارتكبت هذا الفعل يعني مو بس أيضا تنحبس وكذا يعني تعتبر ناشز أيضا وتطلق وتتجرد من كافة الحقوق الشرعية. يعني تدري هسه إحنا موجود الطلاق، إذا الزوج طلق زوجته فلها حقوق يعني أكيد، سواء يجوز يطلقها مثلا خارج المحكمة، لها تعويض طلاق تعسفي، لها حقها من المتأخر. طيب هاي الحقوق تدفع عن طريق المحاكم أيضا؟ أكيد محاكم أو تصير يعني خارجية يعني دفع خارجي ورضاء بين الطرفين. نعم. بس هي لها حقوق يعني الزوجة لها حقوق. وإحنا نعرف يعني حقوق صحيح من كلا الطرفين، لكن أغلب الحقوق اليوم مدى يتم أخذها بالشكل الصحيح؟ لا مجرد كلام. لا يعني الحقوق ثبتها المحكمة. نعم. ثبتها المحكمة بقرارات تلزم بها الزوج أو يعني الطليق اللي هذا يعني يلزم دفعها متأخر يعني. الزوجة لها متقدم ومتأخر، المتأخر هو يكون أقرب الأجلين وفاة الزوج أو الطلاق، فهي أيضا يعني تأخذه. والنفقة عندها يعني نفقة الزوجة أيضا نفقة ماضية إذا تاركها زوجها يعني قبل الطلاق. ونفقة ما بعد الطلاق اللي هي نفقة العدة ثلاثة أشهر ثلاثة قروء يعني تكون. طيب طيب في حال هاي الانفصال يعني النفقة أنها موجودة وهاي التفاصيل. نعم. إيش قد تبقى النفقة من قبل الزوج يعني ورا الانفصال؟ إيه
ورا الانفصال يعني لها فتره محدده انه لازم يبقى ينفق على زوجته، واذا كانوا ايضا موجودين اولادها بالضبط أو احنا اذا بعد الانفصال عموما اذا صار تفريق بيناتهم او طلاق من الزوج، هو بعد الطلاق للزوجه ثلاثه قروء، يعني بعد ثلاثه قروء تكون لها نفقة، يعني ثلاثة أشهر نقول إحنا بصورة. وفي حال إذا زوجت الزوجة من جديد بعد هو يسحب إيده، هو هي أوتوماتيكية راح تنقطع النفقة بعد ثلاثة أشهر. يعني هي ما تقدر تتزوج إلا تخلص. صحيح، بس يعني قصدي إذا في حال كان موجودين أولاد، والأولاد لا تكون مستمرة نفقتهم، يعني حتى تزوج كلا الطرفين الأولاد يستمرون ما خلصوا. الأولاد هو يعني بذمة هي تكون محظون حاضنة، تكون إذا كانت الأم حاضنة للأولاد إذا كانوا مبالغي سن الرشد تكون هي حاضنة لهم، بس بالمقابل أبوهم وهذا هم من خلال يعني لازم المحكمة ينفق يتم الاتفاق. أكيد المحكمة تشكل خبراء أو تشكل لجنة معينة وتقر تصدر قرار بمبلغ معين، شوف شنو اللي مثلا البلد. طيب هو نعم. في حال طبعا، هو اخر شيء خليني اسالك يعني حتى نختم بالموضوع هذا الدسم. نعم. يعني اكو صراحه اكو اشخاص اني اعرفهم عايشين هاي الحاله اللي انا حخبرك عنها هسه، انه كانوا متزوجين واكو اولاد بيناتهم وانفصلوا. وطبعا انفصلوا عن طريق المحاكم وجلسات عشائريه، لانه هو ما تخلى عن الموضوع بسهوله، يعني صار تدخل كثير كبير وكان مأذيها الزوجه الى ابعد الحدود. يعني كان عايشين تعنيف جدا قوي، كان معنفها ومعنف اولاده، فلجأوا للقضاء وبعد جلسات ومبالغ طائله اندفعت من قبل اهل البنت حتى بس في سبيل يتخلصون من هذا الرجل، وتم الانفصال. ومن بعدها المحكمه دعت انه لانه الام اخذت الاولاد، لأنه هو شخص سيء. نعم. فقالوا له أنه أنت لازم تدفع مبالغ كذا مبالغ ونفقة وتعويض وهالتفاصيل هاي، فهو عاف الجمل بما حمل وصفر هذه المرأة وطلع خارج العراق. إلى هذا اليوم ما يعرفون عنه أي شيء، حتى ما يعرف بوجود أولاده أو أولاده يعرفون. فكيف ممكن القانون يأخذ مجرى أو حق هذه المرأة بعد هذه السنوات الطويلة والأولاد بعد ما يعني طبعاً على فكرة كبرى، يعني هسه كل واحد شاف حياته وأسس وشي، لكن بقت السالفة أنه هي معلقة تحسها أكو حقوق، فكيف يرجعون إلى حقهم أو كيف يأخذوه من هذا الأب؟ ست أكيد يعني هي الحقوق هاي يعني تكون بذمة أبوهم طبعاً، يعني هسه بالقانون نفقة تكون نفقة من تاريخ الهجر، إذا هجرها زوجها إذا هجرها وبعدها صار طلاق أيضا وهذولا موجودين أبناء للزوج والزوجة، يعني فهاي راح تكون لهم حقوق ماضية ومستمرة لحين بلوغهم أو لحين اكتمال نصابهم أو حتى بعد بلوغهم، إذا هم راح يكونون بذمة أبوهم. يعني هسه احنا قلنا الزوجة يعني طلقت بشكل يعني رسمي بالمحاكم، وايضا لها حقوق مثلا يشوف شنو نوع الطلاق الصار، يعني هو تدري ان الطلاق من انواع أكيد. يعني اكو طلاق ما يسمى بالخلعي، هذا تنازل الزوجه، تنازل عن كافه حقوقها وبذلها كافه حقوقها الشرعيه والقانونيه. نعم. اكو طلاق ثاني لا، يعني عندنا التفريق هو التفريق لها حقوق تكون، او الطلاق التعسفي من قبل الزوج هم تكون لها حقوق. فنوع الطلاق اللي صار اللي حدث بيناتهم، بس احنا نجي نقول انها هي تخلت عن كل شيء بس في سبيل انه هو بالضبط، يعني احنا لكن حق الاولاد، حق الاولاد، حق الابناء. نعم. حق يعني مشروع وما نقدر نساوم عليه اطلاقا. نعم. هذا من تاريخ يعني من تاريخ الهجر الزوج، يعني اذا قلتي عليه انت سافر اي خارج العراق من تاريخ السفر او من تاريخ عدم الانفاق عليهم. نعم. الى هذا اليوم وهي كلها يوم يجيبون بين شخصيه شهود يجون يقولون للمحكمه، يقولون تقام دعوه يقولون نعم هذا الشخص هذا ولده وهذا كذا، ويثبت بهويات رسميه. طيب وهجر كيف يتم التوصل الى هذا الشخص وهو خارج؟ والله هو يتبلغ حتى لو خارج العراق، يعني عن طريق يتبلغ عن يعني باي لا بروتوكول، هاي يعني شغله تختلف، يعني هذا شرطه الانتربول هذول يعني خاصين بإلقاء القبض على المطلوبين للدول يعني والقبض للعدالة، بينما التباليغ اللي توصل أو هو مثلا إذا ما يندلون مكانه يعني ما يعرفون وين بأي دولة أو ما عندهم أي تواصل وياه، فهو آخر محطة سكن بيها بالبلد، وين آخر مكان سكن بيه يروحون للمختار، مختار المنطقة، فهو المختار راح ينطي إشعار يعني يقول مثلا هو كان موجود هنا وارتحل الى جهه مجهوله، واذا كانوا اهل
يعني هم أهل الدعوة يقول ما يعرفون إيش الطرف الثاني مدعى عليه، ما يعرفون وين ساكن، فراح يبلغ عن طرق الصحف المحلية على ضوء إشعار المختار إذا قال مرتاح. في أي بلد كان يعني؟ لا في داخل في البلد، في البلد المقامة في الدعوة، يتبلغ عن طرق الصحف المحلية لمدة شهر أو لمدة فترة معينة، يتبلغ عن طريق الصحف، إذا يعني وصل له خبر فهو يقدر يوكل محامي، أو يقدر إذا ما وصل الخبر راح يصدر قرار، يعني قرار ضده وقرار يكتسب درجة القطعية. وإذا هذا وإذا هو منظلم بالقرار يقدر يرجع، يعني باعتباره هو يعني قرار غيابي يقدر يرجع يعترض، أو عفوا يقدر يرجع يسوي فد يعني فد إجراء معين للقرار. بس هو إذا يعني هو محكمة أوتوماتيكية هي ما راح تصدر قرار إذا ما يعني يجون يعني دليل قلت لك أو بينة شخصية، شهود يجون أو كذا. في حال ما موجودين كل هذول الأطراف كيف؟ كيف تتم الإجراءات القانونية؟ يعني لا موجود شهود مثلاً، أو بالأحرى السنوات قطعت يعني فترة طويلة، يعني هم ما يقدرون هم نفسهم الشيء. هم نفسهم الأبناء أو يعني الشخصين، هو يعني أي شخص يقيم الدعوة، يعني هو قلت لك لازم أضعف الإيمان يكون عنده فد أقل شيء شهود أو عنده فد دليل معين، وإذا ماكو هو المحكمة راح أعتقد توجه لليمين للمدعي. نعم. توجه لليمين الحاسم بخصوص هاي الدعوة إذا وإذا الطرف الثاني ما حضر. يعني هو أكو ثغرات وأكو معالجات بشكل مشاكل هو بالقانون. لكن احنا حلو انه احنا اخذنا فكرة، نعم، ست القانون وعرفنا انه كيف التفاصيل ممكن تفيدنا وتخدمنا يعني بحياتنا. أذرا على المقاطعة، القانون ما بيه مشاكل، القانون هو يحل المشاكل. يعني صحيح. احنا هاي المشاكلنا هاي البنود القانونية هي تحل هاي المشاكل. مو احيانا نعم. ليش اقول لك مشكلة ان القانون يقول لك اوكي يعني ما خاصني انتم مثلا عائلة انتم زوجين يعني، او ممكن تروحون تحلوا بيناتكم. نعم. لانه يشوفون اكو قضايا اهم مثلا انه ينتبهون نعم. عليها خصوصا في وقتنا. لست هي كل قضية مو خصوص يعني مو بس احنا الحالات الاجتماعية او حالات الاحوال الشخصية، يعني كل قضية لها يعني لها بند قانوني ولها قانون معين. نعم. ولها مادة معينة، يعني مو شرط، يعني مشاكل كل المشاكل اللي موجودة لها حلول وفق القانون، مشاكل مدنية. حلو. مشاكل الجزائية، الدعاوي الجزائية العفو، يعني كلها لها بنود قانونية، مو بس فقط الأحوال الشخصية. قانون الأحوال الشخصية العراقي أكو قوانين، قانون العقوبات، قانون المدني اللي هو يخص ما يخص محاكم البداء أو كذا. نعم. الطالب والمطلوب والكذا إلى آخره. إن شاء الله خير. يعني مستفاد. يعني حقوق الملكية وحقوق الدائن والمدين وإلى آخره. نعم. يعني ماكو القانون العراقي عالج مشاكل بصورة يعني تامة، ما خلى. هو قانون الأحوال الشخصية هذا قانون بيه مواد قانونية عالج موضوع الأسرة وموضوع الزوج والزوجة، ويعني إذا إحنا مشينا على قانون الأحوال الشخصية العراقي بشكل يعني بشكل مستقيم، فهو راح تنبني أسرة، يعني راح تنبني أسرة ناضجة ومجتمع سليم. وإحنا ندعي يعني أهلنا عبر يعني شاشتكم الموقرة، يعني إنه من يعني بناتهم أو أولادهم من يزوجوهم بالمستقبل، يعني خلوا تكون اختيار، يكون اختيار صحيح. أكيد. لا يستعجلون، خلي يسألون على الولد أو يسألون على البنت ويتأكدون من كل النواحي، الله حتى ما نقع بمطبات ونقع بمشاكل اللي هسه احنا بدنا نشوفها الآن، وإن شاء الله يا ربي ما يصير أي مشكلة. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ سعود الناصري، نورت صباحنا. وأكيد يعني كالعادة أنت خليتنا نتعرف على تفاصيل جديدة واستفادينا إلى حد ما يعني، فشكرا جزيلا لك. أنا وسهلا. مشاهدينا الكرام، احنا بهذا اللقاء يعني إن شاء الله يكون استفاديتوا من المعلومات.